نادية اختي نادية، شنو المشكلة كتعاني؟ أنا كنعاني من الظروف، ما عنديش شي وأنا كرا ما نقدرش على كرا، كرا صعيب عليا بزاف. شحال من عائلة عندك اختي؟ عندي سبعة. سبعة الأول؟ أه. ما نعقلش. تكون 2005 2008 توش هيداك هيداك. كيخدم عيد عيد جابوس، عيد راه دارو جابوس، كيخدم شبابك كيعد الشبابك كيعد البيبان، لا دارت شي حاجه كيمشي حداد بحق. دابا ملي مرض من هنايا، دابا شي 3 سنين ولا هادي ملي مرض من هنايا هو الخدمه والو، كنمشي غير انا فيما كان، كنمشي لهنا نمشي لهنا، نمشي للمعامل نمشي نجفف نمشي، المهم اللي عطى الله كان لاش بغات شي خدمه كنمشي باش نجيب طريف الخبز لولادي. كان قليل، دابا انا هذه السيمانه وانا ها طلعه وداين معمل نخدم في العوامه، ما جبرتش كيقولوا لي ما كاينش الشغل، كاين شي شغل. بقيت هيداك صافي تقورت عليا الكره، مي تقور عليا الكره طلعت عندي مولات الدار، قالت لي خلص ولا خرج. قلت لها ما عندي فين نمشي، انا نفتش نجبر الخدمه نعطيك الفلوس ديالك، ما عنديش. انت كتشوف ولادي وما عندهم شي، انت كتشوف الظروف ديالي والحاله ديالي اللي كتعطيك الخبر. قالت لي انا ماشي شغلي، دبر راسك، انا عندي الراجل مريض خصني نشري له الدواء. المهم قلت لها اسمح لي ورغبت وهادي، قلت لها نخدم نعطيك فلوس ديالك والو. ما صاد اليومين نهار الجمعه قطعت لي الماء والدواء، طيحت لي ديك الماء والدواء، عوت عند الراجل ديالها عييت رغبه قال لي خرج فحالك عليا، ما بقاش تصدعني براسي. طلعت فحالي بقيت كنبكي، جمعت ولادي بقيت نبكي وانا جالسه في سلاس. دابا شي 4 سنين، 4 سنين وانا كاريه معاه. في الاول ملي كنت كنجمع الخدمه هيدا كنت كنخالصه، ملي تقودت عليا الدنيا الحمد لله يا ربي ما بقيتش كنجبر، صافي ما خلصتهاش. ما خلصتهاش دابا شي شهرين هيدا، شهرين ما صبرتش عليا، ما صبرتش عليا، طلعت طيحت لي الضو. انا قلت لك الشماعه توصيت الشماعه نوريه لك راه هو فين هو. اليوم ملي هوت عند الرئيس وبقيت كنغوت، قلت له الله يرحم والديك، ولادي مسيبين ومسلس والعائله سديت وعندي كتخبى الليل. مي شافني هيدا قال لي في ساكنه، قلت له في ساكنه في ساكنه. طلعوا معايا دقوا عليه في الباب، قالوا له افتح المره الماء والضو، قالوا له لا، قال لهم لا ما نفتحلاش الماء والضو، تخلصني شي. لا والو، ما عملناش كونترا، قال له ما كتخلصنيش. جا الرئيس قال له عاد فتح الموده ولا تشوف الحبس. المراه عند العوز تيتوين فتح لي الموده، طلعوا لي الموده وقالت لي نعطيك 15 يوم، اذا ما جبتي لي شي شهرين ذكره ديالك حسب راه حوايجك مسيبين في الزنق. ما قبلش واحد تسيب لك حوايجك؟ ماشي هنايا في العوامه، كنت ساكنه واحد مره سيبوا لي حوايجي، هبطتهم نزلتهم في الدار ديما، قالوا لك الحوايج وانا ايما قالوا لك الحوايج هيداك منزلين فوق بعضيتهم، منزلين فوق بعضيتهم العواول، ما كنجبرش شي الراحه ديالي. قلت نمشي نفتش كرا عاوي، جيت لهنايا عاوتاني. انا قلت لك كريت عاود 3 مرات و 4 مرات وانا كنخرج من الديور، 4 مرات هما كيخرجوني، ما كنقدرش نخلص كرا. عندي يما مسكينه درويشه وصافي، يما خوتي، ما عندي شي رجال، كل واحد خوتي رجال، كل واحد مليه مع ولادو، كل واحد ايه، وكل واحد مع ظروفه وكل واحد وهذه ديالو. صافي ديك ساعاتك عاود هزيت ديك الحوايج مع عندي ما عاود طلعتهم من هنا. دابا عاود هي كتخرجني، تينا كتشوف جا مع الحوايج، ما جبرت فين نمشي، الكرا صعيب عليا والعوار صغارين والراجل مريض المصروف ما وداو. اللهم لك الحمد يا ربي الحبيب، الله يفتح علينا شي بيبان ديال الخير. كنطلب منهم يشوفوني، دابا كيطلب منهم يعاونوني ويوقفوا معايا، الله يوقف معاهم في الجنه، يوقفوا معايا ويعاونوني، واخا
في مكان نسكن واخا كراج يكون ديالي ما كنخلصش كرا، انا ما نخلصش كرا كرا قاصح. اياك الله ينصرو الله يطول له في العمر، يوقف معايا حتى هو اللي شافني في هذه الحاله ويشوف لي وليداتي، والله ينصرو الله يوقف علامه، الله ينصرو الله يوقف علامه، يوقف معايا حتى هو والله يشافيه والله الله يعطيه مفنيته. هذه اللي كنقدر نقول. اللي قدموا لينا موافقه فين شنو نقول، اللي عطوني الله يرحم والديهم ما كنتشهرتش، اللي عطوني اللي عطوني نتنقد عي من الكره صافي. الكره صعيب عليا بزاف، ما قدرش يكون نهار حوايجي مسيبين في الشارع، كنا كنا كنرحل بزاف عليا وانا ما عندي فين نمشي. يمشي للطبيب قالوا له عزم، ما خلو ما قالوا له اللي عنده عنده في ديك الطنبوقه في راسو كبيره عندها فيناتي والحريق في الظهر ديالو ونصو كيف لا ماشي بزاف باش وقع له، كان تعصب سبق له تعصب شي ايام هيدا مع واحد الاخت ديالو كان تعصب ديك الساعه، ديك الساعه وحنايا في الطبيب كان اللحيه ديالو كان زالت له وجهه كان تبدل، شرينا له زباله د الدواء وهادي والو باقي باقي هو دابا كيكون ماشي في الطريق اذا خرج عيا اذا شتيتو النص ديالو بحال اللي كتجي كي بحال رجلو كيخبو به حرجين ديالو كيخبو به، ما عرفتش شني ديك المرض هذاك لا والو لا دار شي تشابو هيدا مره مره يقدر يمشي ليه تشابو هيدا باش يخدم يوميا ولا هادي كيعيا بحال اللي كيعيا بحال اللي عنده الحرق في النص ديالو ما كيوانطيش. بالنسبة 14 سنة الصغيرة ما كيقراوش الظروف ما كنجبرش باش نقريهم، كنقول ما عنديش بصح عين وكلهم، كنقول الحمد لله يا ربي الحبيب هذيك الفلوس اللي انا نمشي نقري نمشي نوكلهم كبروا امتحان عليا الله، ملي كبروا وليداتي الا كبروا شافوا فيا وحنيت عليهم يعاونوني. هذه اللي كنقول صافي كنقول صافي ملي نكبر وليداتي يعاونوني الله تكون شي ذريه صالحه، هذا الشيء اللي كنقول. بالنسبه للناس اللي بغاو دابا شي واحد مثلا شي مدير ديال شي مدرسه ولا شي واحد شاف ولادك وبغى انه يتكفل بالقرايه ديالك يعني. نقريهم خصني غير مساعده نقريهم. نقري وليداتي صافي، واخا نجبر على السكنه واخا ما نجبرش باش نعيش نمشي نخدم في الديور نمشي نجبر على السكنه، بركه عليا على السكنه اللي عطاني ربي على السكينه الحمد لله. نتهنى عي من الكره دابا ساكت الناس يجيو يجريو عليا يبزقوا عليا ما كيخليو ما يعملوا. نعيط لك دابا لمولات الدار وتشوف في الصباح شنو عملت لي، قالت لي طي 15 يوم الا ما جبتي لي شي فلوس ديك الكره قد يحسب حوايجك مسيبي في الشارع. اللي كيشوفوني الله يرحم الوالدين ديالهم والله يرزقهم مفنيتهم هي اللي وقفوا معايا ويعاونوني باش ما كان المهم ما بقاش كاريه، انا كنرغب هاد الناس الله يرحم الوالدين ديالهم والله يوقف معاهم يعاونوني يهزوني عي من الكره، الله يرحم الوالدين الكره صعيب. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.